يعني خليني اعرف من حضرتك اكتر يا استاذ محمد، ايه كمان اوجه الدعم او ايه كمان المساعدات اللي بتقدم بجانب تسليمهم لهذه المراكب؟ هي المراكب كصياد، هو المراكب بيستفاد من كل عدة الصيد يا فندم يا اخويا. يعني يعني مثلا مركب الصيد وعدة مركب الصيد. الصيد وعدة الصيد اللي هي الشبك والكازلك كده بيتلبس في الرجل لمؤاخذة يعني، وحاجات كتير يعني، حاجات كل الحاجات اللي تخصه كصياد. يعني كل الحاجات اللي بتخص كصياد، بالاضافه يعني طبعا احنا كوزاره التضامن في الرعايه الدائمه من ضمن الحمايه، برامج الحمايه الاجتماعيه بيتقدم له برامج تكافل وكرامه، برنامج فرصه بيدعم برضه، يعني كل برامج الحمايه الاجتماعيه موجهه لاخواتنا على مستوى الجمهوريه من اخواتنا المحتاجين. يعني هل بيتم مساعدتهم في تسويق السمك، في تخزين السمك؟ اه طبعا طبعا بيتم مساعدتهم، والى جانب ان هم اصلا يعني اصلا هم تجار برضو، والسمك يعني طبعا عليه طلب، يعني هو مش محتاج تسويق قوي، يعني السمك اساسا عليه طلب في اكثر من حلقه سمك في محافظه الاقصر، بيتم التواصل معاها، وفي اصلا رعايه برضو من معالي وزير محافظه الاقصر لعمليه متابعه الامور دي مع الصيادين. جميل. طبعا ده جهود بوزاره التضامن الاجتماعي، واحنا شفنا كمان يعني فرحه اهلنا الصيادين في الاقصر وهم بيتلقوا هذه المراكب وبداوا، لانه فعلا انت بتنشط مره اخرى حياتهم ونشاطهم المباشر، يعني لقمه عيشهم زي ما بيقولوا. نعم. في الصيد. نعم. طب انا عايز اسال حضرتك، لانه برضه وزاره التضامن الاجتماعي بتعمل مظله كده اجتماعيه لهؤلاء الصيادين، مش بس بتقدم ليهم فرص العمل او المراكب اللي بيشتغلوا عليها، لكن كمان بيبقى في شهادات خاصه للتامين. شهادات امان التأمين طبعا والامان، لانه انا بامن عليه ضد المخاطر وضد مخاطر العمل بشكل كبير، وطبعا المخاطر الاخرى الحياتيه. تمام فندم، طبعا بيتم التامين عليه، وهي احسن احد الشركاء الاقوياء معانا في التحالف الوطني ومع مؤسسه صناع الخير، احدى شركات التامين القويه في مصر، داخله برضه معانا بتعمل شهادات التامين لاخواتنا الصيادين، بالاضافه الى طبعا التامين بتوفر لهم تامين شامل، يعني من تامين رعايه صحيه شامله، بالاضافه الى التامين العادي، يعني من يتامن على الصياد كتامين ومعاشات، يعني مستقبلا على سلسله الصياد، اصلا المهنه شاقه يعني طبعًا. على مسافه ما يكون كبر كده على 60 سنه يكون متوفر الحصول على معاش. كمان مهنه ما فيهاش انتظام للعمل، يعني مش منتظمه برضه، فلازم انا اوفر له يعني بالزبط. لو حصل اي مخاطر تعرض اليها او حاجه. بالظبط، فما هو بيتامن عليه في منظومه التامين الصحي الشامل، يعني بخش في منظومه التامين الصحي الشامل المطبق عندنا في الاقصر وفي بورسعيد، كنا من اولى المحافظات في منظومه التامين الصحي الشامل، فالصيادين كلهم التوجيهات كانت من معالي الوزير انهم كلهم يتم دمجهم في منظومه التامين الصحي الشامل محافظه الاقصر. طب يا فندم، خلينا نعرف من حضرتك برضو ايه هي اليه المتابعه بعد التسليم مركب الصيد وعده الصيد ايضا، وكمان لو في حد عايز يتقدم للاستفاده من هذه المبادره، ايه المطلوب منه؟ احنا اللي بيتقدم لمدير التضامن الاجتماعي في الاقصر، واحنا بننزل نعمل له بحث ونتاكد من بياناته ونتاكد انه معاه رخصه صيد وصياد فعلا، وبيتقدم لاحدى المؤسسات الاهليه القويه التابعه للتحالف الوطني، سواء كانت مؤسسه صنع الخير او غيرها، بنعرض عليه انه عندنا مجموعه صيادين، مثلا عندنا 100 صياد 200 صياد تم دراسه حالتهم وهم مستحقين ومحتاجين فعلا مراكب صيد، وبناء عليه بتنزل المؤسسه دي بتعمل برضه هي دراسه تاني للحاله، وبتتاكد من صحه البيانات، وبتتاكد من ان الصيادين دول متواجدين فعلا ومحتاجين فعلا للمراكب، وبناء عليه بيتم تقديم المراكب في حدث اخر برضه، يعني السنه دي في اكثر من حدث ان شاء الله، او على السنه على بدايه العام القادم لتسليم اخواتنا الصيادين، واحنا حاليا برضه شغالين على صيادين جداد برضه، بنعمل دراسات حاله ليهم على اساس نتابع بياناتهم ونتاكد من معاه رخصه صيد وكده ومسموح له بالصيد، وبناء عليه برضه بنعمل بحث وافي للمواطن، وبيتقدم لاحد المؤسسات يعني الاهليه التابعه للتحالف الوطني لدعم العمل الاهلي التنموي على اساس تقدم له المراكب الصيد الصغيره ان شاء الله.